يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أريد الحج في هذا العام إن شاء الله، وأن أوكل من يذبح عني أضحية في الرياض. السؤال: هل يجوز لي أن آخذ شيئاً من شعري عند الإحرام بالحج يوم التروية؟ لا، لا ما يجوز لك تأخذ من شعرك عند الإحرام للعمرة من الميقات أو يوم التروية، وإنما إذا طفت، إذا رميت الجمرة يوم العيد تحلق رأسك فقط، ولا تأخذ أظفارك ولا شيء من شاربك ولا من شعورك، وإنما تحلق للنسك فقط حتى تذبح الأضحية. إذا ذبحت الأضحية حينئذ تأخذ ما تريد مما يشرع أخذه. واليوم الحمد لله كأنك في بيتك، معك الجوال ومعك الهاتف ومعك كأنك في بيتك تسأل. نعم.